الكل يعلم بان الاعتراض ديالنا اعتراضنا عنده طابع يعني موضوعي ولا يتعلق بعدد المقاعد التي سنخسر ام سنربح. الكل يعلم ان استحقاقات 2021 لا صبغه خاصه، اولا لانها جاءت في ظروف الجائحه، ونعلم بان الجائحه اليوم تغلبنا عليها بفعل التعبئه وبفعل ان جميعا في مواجهتها. استحقاق ياتي في ظل الدستور 2011، الدستور 2011 في مبادئ محدده الاختيار الديمقراطي، ثم انه اليوم علاقه انتخابات من ناحيه الديمقراطيه ومن ناحيه التلميع الكل يعلمها. اليوم لا شيء عندنا في المغرب كاستثناء، ما عندناش البترول، ما عندناش الغاز الطبيعي، ولكن عندنا الموارد البشريه ديالنا وعندنا الديمقراطيه ديالنا اللي هي الاستثناء. هذه الديمقراطيه التي تعطينا مؤسسات قويه ومؤسسات يعني تمثل الشعب حقيقه هي التي تقوم بالتنميه، وبالتالي خصنا هذه المؤسسات يجب ان تكون من ناحيه الديمقراطيه ومن ناحيه التمثيليه الا يكون غبار عليها. فالانتخابات عموما قواعد منظمه الانتخابات كما هي في دستورنا الذي يتكلم عن الشفافيه ويتكلم عن المصداقيه هي معايير.